مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامجكم مع شيرين. مشاهدينا، النهارده يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 و11 من صفر 1442. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. بمناسبه العام الدراسي الجديد، كلنا طبعا بدانا العام الدراسي من اسبوعين، وبدانا بقى ان احنا ننزل ونتعايش ونتحرك. طبعا التعليم شيء مهم جدا جدا، ولكن علينا الإجراءات الاحترازية كويس جدا للطلاب طبعا، وفي المدارس لازم يهتموا كويس جدا بالإجراءات الاحترازية، شيء مهم وضروري. طبعا التعليم مهم جدا زي أي حاجة طبعا في الحياة، ولكن الصحة أهم حاجة، إن احنا نخاف على أولادنا وإن احنا نديهم التوعية المظبوطة كل يوم قبل ما ينزلوا الدراسة. ولكن دلوقتي بقى في أونلاين، بقى في بعض المدارس بتاخد اونلاين، ده شيء مهم جدا وجميل. ازاي نعلم اولادنا ان هم يركزوا شويه في الدراسه، خصوصا بقى الفتره اللي فاتت دي كلها كانت بتمر علينا بطريقه صعبه جدا، بخصوص بسبب وباء كورونا طبعا. فعام دراسي جديد في ظل استمرار كوفيد-19، فده شيء طبعا بيتعب طبعا الاباء والامهات جدا جدا، مع كمان المدارس لازم يكون فيها تنظيف باستمرار، لازم يكون فيها توعية كافية للطلاب، ثانيا يكون في اسعافات أولية. وكمان بننصح كل أم لو حست ان ابنها عنده مثلا دور برد او سخونية، هي مش شرط تكون كورونا، ولكن تاخد بالها كويس جدا، وان هي ممكن ما تنزلهوش المدرسة وياخد اجازة. التعليم شيء مهم جدا جدا، لازم ناخد بالنا كويس جدا منه. ثانيا يكون عندنا وعي كافي للاطفال والطلاب في المدارس، ان هم ياخدوا بالهم كويس بالاجراءات الاحترازيه، ويا ريت كلهم يلبسوا ماسكات في المدرسه، لان ده شيء مهم جدا، والتوعيه مطلوبه من كمان المدرسين، ويكون في صله تواصل بين الاسره وبين المدرسه عشان ولادنا، عشان نهتم بيهم ونخاف عليهم في الفترة دي. فإن شاء الله هتعدي على خير. احنا بقينا نتعايش مع الفيروس بشكل طبيعي، ولكن علينا اللي احنا ناخد بالنا كويس جدا من الإجراءات الاحترازية بتاعتنا. مشاهدينا، في الفقرة الثانية وهنتكلم عن تفسير الأحلام، هي فقرة الرؤى والأحلام، ده كلكم بتطلبوها مننا وبتنتظروها على طول، وطبعا المسج بتاعتكم على الفيسبوك احنا طبعا بنقراها وبنحاول نفسرها ليكم على طول. طبعا الأحلام شيء معانا على طول، يعني بتحس ان الحلم ان هو واخد حيز كبير من حياتنا. يعني في ناس كتيرة جدا بتحاول ان هي تفسر الحلم، ولكن اوقات تفسره بطريقة غلط، فبتقوم مكتئبة وعندها توتر وقلق، فده بيؤدي الى ان الانسان عنده احلام كتيرة لكن ما بيعرفش يفسرها كويس. ممكن يكون الحلم تفسيره حلو وجميل، لكن انت شايفه في الحقيقة ان هو مخيف، وان هو ممكن يكون في مشكلة، في حالة وفاة، ولكن بعكس كده تماما. الاحلام هي الا ان احنا بنحاول، بتبقى واقع حوالينا كتير جدا الاحداث، وبتخزنها في العقل الباطن، فبالتالي ان انت بتتحول الى احلام ورؤى. النهارده مشاهدينا هنتكلم عن المتوفي في المنام. ناس كتيره برضو بتحلم لو في اي حد عنده حاله وفاه، ان المتوفى مثلا ان هو جاي بيبتسم، جاي بيضحك ليا، عايز حاجه مني انا ممكن، او خد حاجه مني، ده بيدل على ايه وتاويله ايه؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع فضيله الشيخ ابراهيم حمدي من علماء الازهر الشريف ومفسر الرؤى والأحلام. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار.
ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم برنامجكم مع شيرين. والنهارده بنتكلم عن تفسير الاحلام، ودي فقره الرؤى والاحلام مع مفسر الاحلام الشيخ ابراهيم حمدي من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ. اهلا بك يا استاذه شيرين، شرفتنا النهارده والله. شرف الله وحضرتك دايما بتشرفنا، ومواضيعك جميله، وتفسير الاحلام بيبقى جميل جدا جدا، وخصوصا النهارده كمان فضيله الشيخ اخرناك معلش يعني بقى كان في مشكله في البرامج وكده. فاحنا النهارده بقى خصصنا عن هنتكلم تاويل الاموات في المنام، تفسير الاحلام الاموات في المنام. في ناس كتيره جدا طلبوا مننا ان انتوا تتكلموا عن الموضوع دوت، لان بيبقى يعني الميت بيبقى ليه او المتوفى ليه كذا تفسير. يعني في ناس بتخاف تقول لا ده انا ممكن كده يعني يحصل حاجة في البيت أو كده. فإحنا في البداية برضو عايز أعرف مشاهدينا أكتر ما هي حقيقة الرؤى والأحلام اللي إحنا ممكن إن الإنسان ده بيشوفها، حقيقتها إيه؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الرؤى والأحلام من الأشياء العجيبة الغريبة. أولا علماء النفس قالوا إن الرؤية دي بيبقى عبارة عن أشياء تحدث مع العبد في حياته. واحد في التربية والتعليم، طالب مثلا في المدرسة، إنسان له قضية في المحكمة، حياته يشاهدها الإنسان في الحياة، فلما يجي ينام بالليل يرى هذه الأمور في منامه. دي علماء النفس. يعني زي ما حضرتك كده تقول العقل الباطن، العقل الباطن اللي هو تكلم عنه الفترة دي اللي تكلم عنه الكهنة على عهد ملك مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، اللي قالوا عنه ايه؟ أضغاص أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. في بعض من علماء الفلاسفة قال لك إن حقيقة الرؤى إن بيبقى شيء كبت للإنسان، بمعنى إن هو يحلم ويفكر دائما في أشياء معينة، فصعب إن هو يصل إلى هذه الأمور. عشان كده يعمل إيه؟ يشوف الإنسان في حياته. واحد لا يستطيع الزواج، يرى في منامه بأنه تزوج من امرأة جميلة. واحد ما عندوش مال، شايف نفسه راكب سيارة تمنها 5 مليون جنيه. واحد لم يخرج من بلدته، شاف نفسه انه سافر الى فرنسا. ولكن حقيقة الاحلام في الشريعة الاسلامية ايه؟ انك انت لما تشوفي في المنام رؤية، المنام ده لاما هو تحذير من رب العالمين، يحذرك من امرك، من امر من الامور، يقول لك خلي بالك لا تقدمي على هذا الامر، او يعرفك بأن هذا الأمر من الأمور الطيبة الجميلة فيبشرك بالخير. بمعنى واحدة متوقفة عن الإنجاب لها 10 سنوات، فما تشوف في المنام أنها تحمل طفلة صغيرة، فربنا يبشرها في المنام ويقول لها أنك أنت ربنا حيكرمك بالحمل. واحد نفسه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فما يشوف في المنام رؤيا تبشره انه سيذهب الى بيت الله الحرام وسيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الاحلام، لو اردنا نتكلم على حقيقة الاحلام. يعني هي فعلا فضيلة الشيخ بنلاحظ ان احنا في حاجات ما نقدرش نحققها في الحقيقة، فبتجن على هيئة حلم. نعم. فمن المواقف اللي حوالينا كلها، ومن الاعمال اللي احنا وشغلنا وحياتنا، فبتلاقي كل العقل الباطن بيخزن، بعد كده بيطلع عن طريق الحلم. بس اوقات حضرتك زي ما بتقول بتدينا علامه، رساله. نعم. اوقات كمان بتحل مشكله احنا عمالين ندور عليها من بدري، بنلاقيها في حلم او في تفسير معين. طبعا. نعم. طيب دلوقتي بقى هنا المتوفى، الأموات، عايزين نتكلم عنهم بقى بشكل أكبر ومفهوم أوسع، لأن ناس كتيرة جدا مكلمانا عن الموضوع وتأويلات وتفسير حلم الأموات في المنام. يعني أول حاجة، أنا الميت لما بيجي بيبتسم، أو المتوفي يجي بيبتسم ليا،
دي حاجة اتبسط منها حلوة، حلمت كده مثلا في الحلم انه المتوفى جاي بيضحك لي الابتسامة للميت للحي للحي. لها أكثر من تأويل. التأويل الأول هذا رمز وهذه علامة من علامات أن المتوفى في راحة وفي سعادة وفي نعيم وفي مكانة طيبة وجميلة، لأن رب تكلم على الضحك وتكلم على البكاء في القرآن الكريم. مين اللي يخلي الإنسان يضحك؟ الله. ومين اللي يخليه يبكي؟ الله. فالميت عندما يضحك في المنام أو يبتسم في المنام هو له مكانة طيبة. طيب الحي فهو يرضى عنه رضاء عظيما جدا. الظاهر أن الحي ده عمل له حاجة لوجه الله بيحبه. أو ادعاله أو في نوع من أنواع المحبة أو المعزة. اه وقيسي على هذا المنوال. وبعض أحيان ابتسام الميت للحي يدل أن الحي ده سيقدم على أمر من الأمور سيكون فيه البهجة والسرور والراحة والسعادة العظيمة جدا لمن رأى المنام. وقيس على هذا المنوال والله أعلم. جميل جدا. في كمان اوقات برضو بنحلم المتوفى جاي مثلا بيبص من بعيد، يعني هو شايف الاحداث وشايف طبعا كل حاجه، بس بيبص من بعيد وخد بعضه ومشي. يعني هل عاجبه الموضوع مثلا او زعلان من اهل البيت او في حاجه مضايقاه، يعني ما دخلش خالص من بره وبص على البيت واللي كان فيه وعايش فيه ومشي. ده انا اقول لك حاجه عجيبه بعد ما افصل الحكايه دي. اه هو نظره الميت المتوفى وعندما يذهب دون الدخول اه او دون الحديث او الكلام، ده يدلل ان هناك علامه استفهام في هذا المنزل هذا البيت. هو غير راضي على بعض الامور تحدث، في حاجه مش مريحاه، في حاجه مضايقاه. ايه هي؟ كل واحد يشوف ذلك في المنام لابد ان هو ايه، لابد ان هو يبحث في حياته. الحاجة العجيبة جدا اللي تزهل العقول، بعض الاحيان يأتي الميت يبكي. اي واحد يشوف لك الميت يبكي يقول لك ايه ده، الميت يحتاج الى دعاء ويحتاج الى صدقة ويحتاج مش عارف الى استغفار، على حسب الرؤية على حسب بكائه في المنام. لان من الممكن ان الميت يأتي يبكي في المنام يكون هو سيتم امر في الاسره غير راضي عني. يعني ممكن في مره واحد يقول لي والله يا مولانا شفت ميت يبكي، قلت له يدل ان في امر من الامور سيتم في المنزل هو غير راضي عنه كل رضا. زعلان. زعلان. حاسس بالبيت فقال لي في والله حاجة. يا مولانا ان فعلا بنته جالها واحد جالها عريس واحنا اجبرناها على اساس ان هي تتزوجه. والله الذي لا اله الا هو، لما انا قلت له الرؤيه دي تبين بكذا كذا كذا راح فصل ونهى الخطبه. وقيس على هذا المنوال. صح، يعني بيحسوا بينا طبعا وبيحسوا نعم. بأهل البيت طبعا وكل حاجة. طيب ناس برضو بتخاف جدا جدا لو حلمت ان الميت جاي وبياكل معايا، المتوفى جاي وبياكل معايا، بس انا ما اكلتش معاه، انا قمت. طيب اكل المتوفي في البيت، يعني الميت لما يجي ياكل في البيت شخص ده بأذى مثلا او خير، بياكل لوحده لسه بقى هنقول بياكل مع شخص، هو يعني لو اكل الميت لوحده لوحده. دون ان ياكل احد معه، ده يدل ان اصحاب البيت عندهم نوع من انواع الانانيه وعندهم نوع من انواع حب النفس، ودي عند ناس كثيره جدا. ويبين ان هو في راحه وفي سعاده وفي نعيم يمتع عند رب العالمين، بس هم مقصرين مع المتوفى تقصير شديد جدا. بمعنى يعني بعض احيان واحد يكون متوفى وكان كل حاجه لهم في الحياه قبل الوفاه ويجيب لهم كل الخيارات وما سيبهمش ابدا، وكل حاجه تقضى بالتليفون، وعندما يتوفاه الله لا يزوره احد على قبره. هالموت يبقى زعلان ومتضايق جدا. وقيس على هذا المنوال. طيب لو حد بياكل معاه، يعني مثلا انا باكل مع بابايا في طبق واحد وبابايا متوفى، تمام. تقولها ايه؟ هل يبقى خير مثلا جاي للمكان، هل يبقى شر، هل مثلا انا هتوفى بقى لسه يعني شوية، لو ولا بناكل سوا مثلا المتوفى؟ الاكل مع المتوفى
يدل أن صاحب المنام أولا سيمن الله عليه بالميراث، يعني سيرث من المتوفى من الميت، وإن لم يكن هناك ميراث سيمن الله عليه بخير من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يدري، في رزق حيول جد كبير جدا. ولكن نوعية الخير إيه؟ الله أعلم. لأن في ناس بتفكر يا أستاذة شيرين إن المال إن 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 الرزق ده مال. لا، ده الرزق ده ممكن الإنسان واحد ربنا يكرمه بزوجة أحسن من مليارات الدنيا. ده ممكن ربنا يكرمك بابن ويكون بر بيك، دي رزق، والزوجة رزق، الصحة دي من أعظم الرزق. شيء جميل. ما في ناس عندها ملايين بس ما عندهاش الصحة وما تقدرش تاكل أي شيء إلا بإذن الطبيب، فدي رزق. فيدل إن اللي ياكل مع المتوفى سيمن الله عليه برزق، وسيكون رزقا طيبا جميلا، والله أعلم. يعني دي حاجة حلوة، لأن معظم الناس تقول لا ده أنا باكل مع المتوفى فممكن يكون يعني هيحصل حاجة أو هتحصل مشكلة أو كده يعني. طيب هنقدر نفرق إزاي بقى فضيلة الشيخ إن في أحلام بتدل على الرزق وبتدل على إن في خير جاي، هل في أحلام فعلا بتدل على إن في رزق جاي لك؟ طبعا، يعني من ضمن رزق الزواج ده رزق. لا يعني علامة في الحلم كده يعني، هو أوقات الأحلام بتبقى ملخبطة كلها، في علامات بتدل على الرزق في الحلم؟ ما هو ده اللي من ضمن العلامات الزواج، من ضمن علامات الأرض، لو رأيت في المنام أرض خضراء كده فيقول إن ربنا سيمن عليك برزق. من ضمنهم التمر، البلح، الرطب، لو شفت البلح في المنام ده رزق. طب والسمك، ناس كتيرة برضو بيقولوا السمك، هل السمك رزق برضو لو حلمنا بسمك؟ معظم الأسماك كلها رزق ما عدا سمك القرش ليه او تقول؟ السمك الصغير جدا ده. سمك القرش ده يدلل، ده مصيبه، ياه ده هم بعمل ايه وتعب. لان سمك القرش اصلا يا استاذ شيرين هو طبعا هو اصلا يفترس، مفترس ويخاف من الانسان، ومفيش انسان يقدر يواجه سمك القرش، يهرب مني. فيدل على البلاء وعلى الهم وعلى التعب وعلى المرض وعلى أشياء كثيرة جدا متعددة. وممكن صاحب المنام يقع في إشكال لن يخرج منه إلا بصعوبة عظيمة جدا. سمك القرش، وعلى حسب الرؤية بتاعت سمك القرش. مظبوط. لما نفترض واحد مثلا يجي في المنام يركب على سمك القرش، ده يدل إن ربنا سينتقم له من عدو جبار. على حسب بقى الحلم وتأويله والحالة. نعم. صح. طيب ارجع تاني للمتوفى، يعني انا لو حلمت برضو مثلا ان ايه، ناس كتيرة جدا بتقول ان انا يعني حلمت ان بابايا عطشان، حلمت ان انا اخويا الله يرحمه كان عطشان، فهل المتوفى او الاموات اللي جاي عن طريق حلم عطشان ده تأويله ايه في المنام؟ ما هو العطش ليه امرين، بالذات العطش، لإما المتوفى هو يحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى صدقة ويحتاج إلى أمر من الأمور الخيرة، فهو ينظر إلى حال أبيه، إلى حال والده قبل وفاته، كان كويس ولا مش كويس، ومن الممكن يعني يؤول على هذا الرأي. العطش في المنام أن صاحب المنام سيتعرض إلى أزمة شديدة، إلى كبوة، وأغلبية الأحيان 90% إن هو سيتعرض إلى مرض، وهذا المرض سيكون مستعصي، مرض شديد شوية، مرض مزمن، مرض ممكن يجعله قاعد في البيت مستمر، والله أعلم. طيب في برضو تفسير عايزة من حضرتك مهم جدا، كانت صديقة بتقول يعني كان عندها حد تعبان جدا وبعدين حلمت إن هم بيحموه وينظفوه ويلبسوه لبس جديد وخف، بس هو تعبان لغايه الان جدا، فتأويل حضرتك ايه في المنام؟ والله نكد، يعني دي نكد للمريض، للمريض لان الذي سامحيني في اللفظ اللي يحموه وينظفوه كده اللي هو المتوفى، بس ما اقدرش اقول ان هو هيموت، لا هو نكد، يعني ممكن يزداد حاله في التعب والمرض، ممكن يعاني من بعض الحاجات اللي هي يعني مش كويسة. أسأل الله
له بالشفاء ربنا العاجل، يشفيهم. والله أعلم. طبعا هي في تأويلات بتبقى كتير، وغير كده كمان احنا عندنا بنفسر الحلم بقى ايه يعني بطريقة مختلفة، وهو بيبقى ليه تفسير تاني. نعم فالعلم شيء جميل، وعالم الأحلام ده ليه أبواب كتيرة جدا يعني. ده انا اقول لك حاجه عجيبه في الاحلام. اتفضل. الاحلام دي المفسر بعض احيان يفسر بالرمز. ايه بالرمز؟ يعني في واحد يفسر 1+1 يساوي 2، الاسنان السنه دي لو وقعت كذا، لو مش عارف ايه كذا. وبعض الاحيان التفسير المعبر يكون مختلف اختلافا كليا عن ايه؟ عن الرمز. ربنا ملهمه الفراسه ويلهمه النورانيه لتعبير وتفسير المنام. يعني انت ممكن تساليني مثلا ايه، تساليني في تفسير منام، واحده مثلا تسالني في تفسير منام، التفسير يختلف عن الحقيقه خالص ومختلف عن الرمز، ويتحقق التفسير. بعض احيان يكون في نوع من انواع الفراسه للمعبر، دي والله اعلم. بتبقى مهمة. وكمان حالة اللي بيحلم الحلم طبعا بتختلف من شخص لآخر، نعم حالته الاجتماعية والأسرية وكله طبعا وشغله، فالتفسير بيختلف من شخص لآخر طبعا. طيب فضيلة الشيخ، ايه الرؤية اللي جت لحضرتك فسرتها واتحققت فعلا بالفعل؟ هي من ناحية رؤى، ده رؤى كتير جدا على مدار نحن على 20 سنة تقريبا، وبتتحقق. تتحقق كتير جدا جدا جدا. طيب ال 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 أغرب رؤية حضرتك شفتها واتحققت؟ يعني من هقول لك رؤية، أنا كنت أكتب في إحدى المجلات، مجلة سيدتي، مجلة سعودية معروفة جدا مشهورة جدا طبعا. عالمية. فجاتني رؤية إن سائلة تسأل، ما تقول رأيت في المنام إن الفنان عمرو دياب وهاني شاكر يرقصان ويغنيان على المسرح، وفجأة وقع الفنان هاني شاكر على المسرح مغشين عليه. كان الإجابة بنفس التفصيل كده، الفنان هاني شاكر سيقع في محنة شديدة وفي بلاء عظيم جدا جدا جدا. بعدها تقريبا ب15 يوم بالتقريب كده توفت ابنة الفنان هاني شاكر. يعني دي اتحققت على طول. نعم. طب اخبار بقى الاحلام المشاهير ايه؟ يعني انا برضو عندي صديقة على الفيسبوك بتقول ان انا حلمت، هي شخص كانت مرتبطة بيه، وبعدين حلمت ان هو واقف على اول الشارع ولابس جلابية بيضة وشبه عمرو دياب، جاي في صورة عمرو دياب. نعم. بتقول بس كان في مسافة بيني وبينه ما اتحركتش. فتأويل حضرتك ايه؟ عمرو دياب الاسم ليه تأويل مثلا؟ نعم. ولا الشخصية المشاهير بتيجي؟ اولا الاسم نفسه كلمة عمرو دياب، عمرو يدلل ان عمرها طويل، وكلمة دياب فلتحذر من الاعداء والحاقدين والحاسدين. عمرو دياب واغانيه، هي هذه المرأة وهذه الفتاة ربنا من عليها بالصفة الرومانسية اللي هي التي يفتقدها كثير من الناس. وهناك امور معاها معقده، في امور معاها غير مهيئه، والله اعلم. طيب تمام. ناخد اتصال معانا. الو الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا اسمي اميره. اهلا. وانا عندي حلمين عايزه اقولهم للشيخ. فضلت الشيخ، تفضلي يا اميره. اول حلم، انا اختي متوفيه عندها 20 سنه ومرضت بالكانسر، يعني مريضه بالكانسر. الله رحمه الله. فهي لما تفوق يعني توفت بعد كذا سنه، جات لي في الحلم ان هي احنا كان في فرح عندنا، وان هي بتاخد بالكحله والحاجات اللي زي كده. فانا بقول لها طب انت مش هينفع تروحي الفرح، انت معاكي الحاجات دي، استني لما تاخدي شنطه. فهي قالت لي ايه طيب، انا هطلعه شنطه سودا، وانا عندي بنت خالتي اسمها وعد خدتها هي صغيره. بنت خالتي ده بالعلم ان هي حضر عينيها نفس حجر عين لون اختي، يعني نفس الحجر بتاع اختي بالظبط. تمام. هي خدتهم الاثنين ومشي. ده اول حلم. تاني حلم، انا هي عندها لابتوب، فانا كنت يعني بحاول ان انا اخده كده وبفتحه، لان هي كانت قافلاه بباسورد، فانا فتحته. وبعديها بفتره هي جات لي كانها قاعده على شباك الاوضه بتاعتي، وانا جايه بضحك لها وبقول لي يعني انت مش عارفه انا زعلانه من ايه، وهي بتزعق لي كانها غضبانه مني او زعلانه مني. فانا بقول لها انا والله ما عارفه انت زعلانه مني في ايه. فبتقولي طب لما تعرفي بعد كده مالكيش دعوه بيه. بس
طيب يا أميرة، هفسر لك يا أميرة. فضيلة الشيخ هيفسر يا حبيبتي. ميرسي على المتابعة، شكرا. ميرسي. الحلمين أول الرؤية تفسير. الأولى تبين أن المتوفى في راحة وفي سعادة وفي مكانة عظيمة جدا عند رب العالمين. الرؤية الثانية تبين أن هي زعلانة من الأخت، بس مش زعلانة عشان موضوع اللاب أو ما شابه ذلك، لا ده هي زعلانة على أمر ثاني، بس هو الأمر هي تفتش في حياتها. يعني اللابتوب دي حاجة كده بس، ده كده رمز، رمز. رمز بس في بس زعل. في زعل، ممكن يكون هي أصلا نساها في الدعاء، ممكن عاوزة منها صدقة. وقيسي على هذا المنوال. طبعا فضيلة الشيخ بتبقى التفاصيل شيء مهم جدا في تفسير نعم الحلم طبعا، نعم علشان فعلا بيختلف من شخص لآخر من ناحية الحياة وكل حاجة نعم طبعا. طيب يعني مثلا أنا دلوقتي لو زي ما قلت لحضرتك المشاهير في الأحلام، يعني تمام حضرتك قلت تفسير عمرو دياب وهاني شاكر لما حصل نعم برضو المشكلة دي. طيب احنا حضرتك قلت برضو الحلم اللي احنا فسرناه دلوقتي للصديقة اللي على الفيسبوك اللي لابس صديقها نعم أو الشخص اللي تمام حلمت بيه لابس جلابية وشبه عمرو دياب، جاي في تمام صورة شبه عمرو دياب، هل هياخد من شخصية مثلا دي، ولا حضرتك فسرت بالاسم زي ما قلت ان عمرها طويل وان يجي لها خير وان هي كويسه في لا، الحياه؟ هي بالاسم اولا، وفي نفس الوقت عمرو دياب نفسه بيغني الاغاني، فدي رمز على صفه الرومانسيه، ولكن هي هتكون معاه امور معقده في الحياه. طيب اوكي تمام، يعني ده كان تفسير مهم جدا. نعم قصدي انا بجيب شويه على الفيسبوك واتصالات. طيب امور معانا امور. اتصال. ام جانا اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. انا حلمت عن ان انا على عهد جدتي من ايدي الشمال، ولبست مكانها خاتم شكله حلو وكده، وكان جاي مقاسي بالظبط انا متجوزه معايا بالتاني. انت معاك مشاكل ام جنى؟ انا عندي حاسه الايام دي عندي وسواس قهري كده، لا لا، ايش ايش؟ بقول حاسه الايام دي عندي وسواس قهري كده وعندي خنقه وضيقه شويه. وسواس قهري. تمام. في اي سؤال لا تاني؟ لا طب في اي حاجه يا ام جانا عايزه تضيفيها تاني؟ يعني هي بس الجزمه اتخلعت والبست خاتم. الدبلة، الدبله. الدبله اتخلعت والبست خاتم. بس مكانها خاتم شكله حلو وفي فلوس خلاص، ما هي رؤية واضحة. طيب اصل في أصل. طيب يا ام جانا تابعيني يا حبيبتي، اصل في يا شيخ فضيله الشيخ ان الشوز اوقات نعم دي مع تاولها تاني برضو، بس هي بتقول الدبله خلعت الدبلة بقى ولبس. كده خاتم. اتفضل بقى. أولا الدبلة لما تخلع ليه سألتها؟ اللي يدل على في حياتها نكد، في حياتها مشاكل، في حياتها هم، هي عايلة أمور، بعض الأمور، وهي قالت بنفسها إن هي تعاني من وسواس قهري. ولكن موضوع الخاتم بعد ذلك، لا ده ربنا هيجعل لها من بعض العسر يسر، ومن بعض الضيق سيكون لها الفرج، ومن بعض المرض سيكون لها الشفاء. امين يا رب. ربنا هيغير لها أمور لها في الحياة، طبعا هتكون هذه الأمور طيبة وخيرة ونيرة وأمور عظيمة لها، والله أعلم. يا رب العالمين لينا كلنا إن شاء الله. الأستاذ محمود معانا، أهلا وسهلا يا أستاذ محمود، اتفضل. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا حلمت حلم غريب كده من مدة أسبوع، إن أنا طالع على سلم عالي ولاقي نفسي السلم ده عالي، خايف أنزل مني وخايف أعدي من الناحية الثانية، الناحية الثانية في ناس بتتشاكل يعني مشاكل وكده وعربيات، وخايف أنزل من الناحية الثانية، يعني من ناحيتين خايف أروح على أعلى السلم. وحلمت برضه حلم تاني إن أنا باكل بوزع عنب لونه أحمر للناس الغلابة، بدل ما بوزع فلوس بوزع عنب. طيب تمام حلو، هفسر لك إن شاء الله. تمام. وحلمت إن أنا بشرب من ماء زمزم، الشخص شيخ كبير في السن بيديني ماء زمزم لحد ما الماء طلع من مناخيره كده، يعني من أنفي يعني. تمام 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 يا أستاذ محمود، فضيلة الشيخ هيرد على حضرتك، تابعنا. أول تفسير أولا فضيلة موضوع الشيخ الكوبري السلم. السلم عفوا، لأن ربنا سيحفظه من البلاء، وسيحفظه الله من النكد، وسيحفظه الله من فتن عظيمة جدا في الحياة. موضوع ورق العنب ده، هو إنسان خير وإنسان طيب. لا هو بيقول أنا بوزع عنب أحمر، عنب أو ورق عنب مفيش أو ورق مشاكل. عنب أنا قصدي على التوزيع. طيب يعني إنه يعمل وش تويل، التويل في التوزيع، ده يدل ان هو من اهل الخير ومن اهل الصلاح ومن اهل الفلاح، وبالذات المنام الثالث بين ذلك. وموضوع ماء زمزم ده يدل ان ربنا سيحفظه من جميع الامراض الخبيثه، لن يبتلى بمرض خبيث قط،
ولو هو يعاني من تعب أو يعاني من مرض سيزال عنه، والله اللهم أعلم. امين طبعا، ربنا يشفيهم طبعا. امين. الحاج صبحي اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا اهلا، اتفضل يا حاج صبحي. انا ابويا ساب لي بنتين ايتام. تمام. ابويا ساب لي بنتين. نعم. ماشي، والبنتين دول ايتام يعني من ابويا. تمام. وامهم راحت اتجوزت وجابت بنت واد تاني ايتام. تمام. وجم قعدوا معايا كلهم. تمام. فانا جهزت واحده منهم وبجهز في الثانيه. تمام. اللي جهزتها يوم كتب كتابها ويوم عزلها من 15 يوم قعدت 5 ايام اشوف ان انا بزور النبي وبشرب من البتاع وكده. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تمام. بس انا بقول لك يعني بجهز البنت الثانيه. ربنا هيكرمك وهتشوف النبي تاني. وربنا حك... انا طلعت 60 عمره، كنت في الاول في السعوديه اصلا. ربنا هيكرمك دائما بامور الخير، لانت انسان. جهزت الجيمه دي ودخلتها يوم الخميس اللي فات ده. ربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتك. الله يبارك لك. والثانيه بجهزها. وربنا يجعل مسواك الجنه ان شاء الله ويجعلك. والبنت والواد اللي هي جايباهم من راجل ثاني معايا برضه. ربنا يكرمك بالخير كله ان شاء الله يا حبيب الغالي. ان شاء الله يا حاج صبحي، ربنا يفتحها عليك والف مبروك طبعا. والرؤية بتاعته جميله. من افضل ومن اعظم ما يقول الله. عشان بيقدم الخير يا فضيله الشيخ. نعم. يعني بيقدم الخير ومش عايز مقابل، ما بيستناش مقابل. نعم. بكل حاجه لله سبحانه وتعالى بيبقى شيء جميل. النفوس بس هي لو ترجع طيبه زي والقناعة. الاول. والقناعه كده، ان انت يبقى عندك القناعة قناعه. دي من اعظم الكنوز. يعني يبقى هتلاقي الخير كله. النصيبه الكبيره ان واحد معاه مليارات. والله ما تكلمني واحده في ايام الثوره ما تقول لي والله يا فضيله الشيخ انا جوزي معاه ملايين ومعاه كنوز تحت الارض، معاه فلوس كتير جدا، ويستخسر فينا قطعة اللحمة. ما هي دي بتبقى مشكلة يعني. قطعة اللحمة. رب يصلح الأحوال. ربنا. طيب كان معانا أم أحمد، يا ريت تتابعينا تاني وتعاودي الاتصال تاني بينا. طيب. فعلا فضيلة الشيخ عندك حق طبعا في ان الواحد لازم كمان يراجع نفسه بعد كمان كورونا والظروف اللي احنا مرينا بيها كلها دي. طيب معانا اتصال أم فاطمة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. كنت عايزة أقول للشيخ بس حلم، هو طويل شوية بس هختصره. اتفضلي يا أم. أنا حماية متوفي رحمة الله عليه. الله يرحمه. جالي في الحلم إن هو موجود معايا في بيت غير بيتي، بس ربنا مصلحة علينا جامد قوي، وإن هو خير كتير عندي في البيت ده، وإن المكان ده بتاعي، وإن المكان ده جاني بعد، يعني أنا كنت مشتاقة للمكان ده وبقيت أقول ده أنا هحافظ عليه. وربنا وسعها عليا قوي في المكان دوت، انا وجوزي وولادي، وبقى عندي زي ترابيزه كبيره بحط اكل الناس وبشيل اكل، وبقيت باكلهم، والناس دي انا معرفهاش. الحمد لله يعني، وكانت الدنيا كويسه، وبعدين اني حماية كان موجود ولابس هدوم كويسه جدا، وان انا كنت سامعه صوته ان هو داخل يقرا القران او هيقول حديث في اذاعه القران الكريم. تمام. وجيت ان انا كنت بشيل بقيه الاكل، كان بيتبقى من الناس فكنت بستحرم ان انا ارميه، فكنت بشيله في الثلاجه، فبقول لا خليها ينفعني تاني. اول مره حطيت الاكل في الثلاجه ما حصلش اي حاجه، ما لقيتش حاجه. ثاني مره بحط الاكل لقيت الثلاجه مليانه نمل كتير جدا، بقيت مستغربه ان ازاي انا ما كانش في حاجه. وبفتح الباب بتاع البيت اللي حماية ودانا ليه، يعني ان هو اللي احنا قعدنا فيه دوت، كان قدامي منظر كان واسع كده، والدنيا كانت جميلة قدامي، وإن حماية بقى أنا بقول له يلا عشان أنت طولك جه، وإن هو كان داخل إذاعة القرآن الكريم كان هيقول حديث أو هيقرأ قرآن. بس هو طيب أوكي، تابعينا وفضيلة الشيخ هيرد على حضرتك. برضو تأويل المتوفى هنا، حماها المتوفى دي في راحة وفي سعادة وفي مكانة من أعظم ما يكون. وهي حدها خير كبير جدا، خير عظيم جدا، ربنا يدعو له. والخير ده هنا بين المال سيكون رزق، وحدها ربنا من وسع، وربنا هيفتح لها ابواب وطرق الخير. بس دي رساله لها من الله ليها، ان هي لا تنسى الفقراء.
لا تنسى المحتاجين، يعني ربنا يديها فتطلع، تدي للناس والفقراء والمساكين. الشيء الثالث تقريبا جاءت النمل. النمل يا فضيلة هي الشيء. ربنا اداها نعم بس اصيبت بالحسد. النمل في 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 في, في حسد. حسد في المنام. على حسب الرؤية. على حسب الرؤية، بس في الرؤية دي حسد. لما جه في التلاجة، هي بتقول جوه التلاجة، يعني لما التلاجة ربنا اداها نعم عظيمة جدا، وهي مصابة بالحسد، تعمل ايه؟ عليها ان هي تواظب على قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص. مظبوط فضيلة الشيخ، قولها تاني ليها عشان برضو تبقى عارفة ان ده حسد. الجزء الأخير في التفسير وتأويل المنام، تقرأ آية الكرسي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. كويس، حلو قوي. ربنا يحفظها من كل سوء. وكلنا نعمل كده طبعا، لان الحسد صراحة يعني مذكور في القرآن طبعا، وتحس ان هو مش بيحسدك بس، الناس مش بتحسد بس على الشكل ولا على ده، التفاصيل على حياتك كمان، على مهنتك، على جوزك مثلا، على بنتك، على شعرك، على جسمك، على جمالك، على عينيك، على الناس، كل واحد بقى وليه الجزئية بتاعته بيبص لها. النصيبة الكبيرة ان الانسان نفسه ما يساعد الناس ان هي تحسده، يعني ان داري مثلا النصيبة الكبيرة ان اي واحد يروح نادي، يروح حمام سباحة، يصور نفسه، يروح لاشي نفسه على ايه، على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، فيصاب بالحسد. انت بتعمل كده ليه؟ ده في حاجات والله تشيب العقول. لا، السوشيال ميديا دي فضيلة الشيخ ليها موضوع تاني وحاجات تانية، وفعلا الناس ما بتتعظش، ما بتاخدش بالها من اللي بيحصل كمان، وفي يعني حياته فرمة الواحد ما يعملهاش. واحد رجله مكسورة أسرار بيتي. يصور رجله، يصور رجله. واحد خلع الدرس بتاعه، يجيب الموبايل ويصور بقه من جوه، ويبين ان السنة مسوسة واتخلع. طب ليه؟ انت تورينا الحي اللي المؤذيه ليه؟ لا، وكمان دي اسرار بيوت، ما ينفعش بقت خلاص كده على الملأ، كل واحد عارف ده فين ومكانه فين فهو الاستخدام الاشياء للاسف احنا بنستخدمها بطريقه خاطئه وبطريقه غير صحيحه كمان، فبالتالي احنا بنفقد حاجات. نعم. يعني ما كناش عارفين قيمتها خالص دلوقتي. ده بعض احيان واحده تروح السوق وتعرف على واحده، سبحان الله النساء دي عجيبه في الشيرين في التعارف. غير الرجال، تروح السوق تطلع من السوق باثنين من النساء وتاخدهم عندها البيت ويفطروا وتدخلهم غرفه النوم. لا، دي مشكله. وتوريها الذهب وتوريها شاشه العرض. لا. وتوريها مش عارف ايه، بعد اسبوع طيب تسرق الشقه كلها. ما هي دي مشكله طبعا وهنحذر منها طبعا. بس ناخد ام احمد من اسوان. اهلا بحضرتك يا ام احمد. الو، من اسيوط. اسيوط، اسيوط. اهلا مساء الانوار يا ام احمد. يا هلا اهلا بيك، انت منور، انت والمدام يا حبيبتي، ربنا يبارك لكم يا رب. انت منوره خير الصحه والجمال يا ام احمد. الله يخليك، انت منور الشاشه، ربنا يبارك لك. حلم صغير يا شيخ لو سمحت. تمر ابدا منورينا. صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا ام احمد. بقول لك يا باشا، ده حكيت حلمي ان راكبه تاكس، قال لها عايز 80 جنيه. تمام. قالت له طب انا معيش فلوس، هطلع اجيب لك الفلوس. جاب لها الفلوس، طلعت تجيب الفلوس، راح ابوها قال لها لا، هنديله 40 بس. تمام. وبعد كده راح قال لها السواق، طلع وراها فوق وقال لها لا، ده انا بخ عليها رصاصه كده وسرق منها التليفون ونزل وقعدت تعيط. تمام. تمام يا ام احمد. في بس اي بس كده يا ام احمد، انا في حاجه تاني. طيب تابعينا فضيله الشيخ هيرد على حضرتك. قصة الفلوس، ربنا هيحفظها من النصب. هي كلها رؤية أربعة كده، ربنا هيحفظها من النصب ومن التلاعب، وربنا هيحفظها من الضحك ومن أمور كثيرة جدا في الحياة. بس دي رسالة لها ورسالة لكل البشر، ما تخليش حد يضحك عليك. المسلم ده لابد إنه يكون ذكي. المسلم ده لابد إنه هو يكون حكيم. هو الدين مش دروشة ولا استهتار. لا، أنت راجل
لابد ان تكون واعي في الحياه، مفيش حد يضحك عليك، الدين والاسلام قال كده. اسال الله ان ربنا يحفظنا جميعا من النصب ومن السرقه. اللهم امين. والله اعلم. وعايزه حضرتك كمان بس معانا اتصال، الفلوس او نعم. او النقود في تمام. في المنام عشان نفسرها برضو للمشاهدين. نعم. معانا الاستاذ احمد، اهلا بحضرتك. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك الشيخ المسلمين؟ اهلا الحمد لله اهلا حبيبي تمام. نورتنا. انا عندي المدام. نعم. الله يخليك يا كريم. انا عندي المدام حضرتك الشيخ بتحلم اولياء الله الصالحين، بتحلم دايما مقامات الانبياء. تمام. زي سيدنا شعيب، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. سيدنا الياس والقبور بتاعتهم. تمام. الشيخ. ده يدل ان الزوجه بتاعتك دي من اهل الحق ليس من اهل الباطل. الزوجه بتاعتك دي لا تحب الحرام، دائما تحب ان تاكل من الحلال. الزوجه بتاعتك دي يدل ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنها رضاء طيب ورضاء جميل ورضاء عظيم. امين يا رب. وان ربنا هيجعل لها العاقبه طيبه جميله جدا في الحياه. أسأل الله أن يسعدك ويسعدها ويسعدنا جميعا إن شاء الله يا أستاذ أحمد. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا مولانا. تأمرنا أمر. بشكرك يا أستاذ أحمد وتابعنا. شكرا. طبعا فضيلة الشيخ في أحلام وتأويلات كتيرة جدا يعني، لا. بس في نفس الوقت إحنا بنفسرها بطريقة غير صحيحة. يعني مثلا في عندي حلم صديقة مهمة جدا يعني قال لي ان انا اقوله لحضرتك، بعتوا لي مسج على الفيسبوك قبل الوقت برضو ايه ياخدنا. يعني هي كانت بتقول انا حلمت ان هي كانت في خطوبة او فرح بالتحديد، بس هي مش فاكرة. والعروسة بتقول ان هي مش على يعني مش جميلة قوي، لكن مستواها هاي كلاس وغنية شوية، ولكن هي متمسكة بالعريس قوي. بس العريس سابها. تمام. وقابل مامتها وقال لها انا جاي اخطب بنتك. تمام. لا، قال لها انا جاي اقابل احمد ومحمد. فمامتها راحت قالت لها ايه ده فلان الفلان جاي بيقول ان انا هقابل احمد ومحمد. بس بتقول قبل ما يروح يقول لماما في واحده من اهله بتقول هو جاي ليكي انتي، هيسيبها وجاي ليكي انتي يخطبك. تمام. وبتقول مع العلم احمد ومحمد دول اخواتها. هي انسه. هي تقدم لها انسان للزواج. بس هيكون عليه بعض التحفظات من بعض الناس الآخرين. بعض من الناس هيكون غير راضيين على هذه الزيجة، على هذا الزواج يعني. بعض الناس من ناحية عيلته ولا من ناحية؟ ممكن عيلته أو عيلتها هي. وعدم الرضا وعدم القبول مش عيب فيها ولا في هو. لا، ده نوع من أنواع الكراهية ونوع من أنواع الحقد والغل إن الزواج يتم. دي اصلا بطبيعه الحال. بيبقى في فعلا حقد يا فضيله الشيخ وغل بطرف فظيعه لما يحصل جواز ولا خطوبه مثلا، لكن يفرحوا في المشاكل وان الانسان يفضل تحت كده. وده اللي الناس بقت النفوس، هرجع تاني واقول النفوس والله تتغير وتبقى كويسه. أنا من جوه خطبت يعني هي خادمه تخدم في البيوت والخدمه ده مش عيب، واتخطبت لشخصيه لا يصدقها احد، لا يصدقها احد. طيب معانا بس اتصال بسرعه ناخده. ام محمد عشان الوقت للاسف. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. انا حلمت ان والدي متوفي، جيت في المنام قاعد عندي في البلكونه هو واحد صاحبه وبيقول لي يا مروه انا ومين؟ انا وصاحبي. فانا قعدت حته صغيره زياده في جنبه، فبابا قال لي لا اديله حته زياده شويه، فقمت مأكله. عندي حلم تاني، ينفع اقوله ولا؟ طيب قوليه بسرعة الوقت يا حبيبتي قوليه. عندي بنطلون عامل هدوم في المتوسط، فحلمت ان هو بنين شورت ابيض وقاعد في الشارع وبيقول لي في شجرة فيها ثلاث تفاحين، الثلاث تفاحات مقسومين وواحد معدي بيقول لي هات التفاحة دي تديله، قال لا انا مش عايز المقسومة انا عايز الثانية. طيب هو اللي في الرؤية الثانية برضه متوفي؟ الاثنين متوفيين، واحد ابويا واحد عمو. تمام، نحن الاولين ده عرفناه، احنا هنتكلم على الثاني خلاص وضحت المنام. الاثنين متوفين. تمام. طيب اوكي تابعينا حبيبتي، فضيله الشيخ هيرد على حضرتك. تابعينا. هو الرؤيه الاولى المتوفى اللي هي تقريبا ابوها في الرؤيه الاولى، هناك اجر وثواب وصل اليه في قبره.
إنما في رؤية التاسع من الله عليها بالرزق وعمرها طويل وإن الميت في الجنة والله أعلم. اللهم أمين. ودي أحلى ختامة طبعا يا فضيلة الشيخ، لأن طبعا كلام حضرتك جميل ونفسنا نقعد مع حضرتك أكتر وأكتر طبعا. وفي مكالمات كتير بنتأسف لمشاهدينا، وإن شاء الله في حلقة تانية نكمل حوارنا بإذن الله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم مشاهدينا. أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وإلى اللقاء.